العروسة اللعبة مسكت المرأة وكسرت المراية، والبنت الصغيرة صرخت بصوت عالي من الرعب. اتهمت الأم البنت الصغيرة، البنت دي اسمها بالي ماديسون. البنت دي في الأصل باباها ومامتها كانوا بيعملوها على إنها جوهرة، فأبو البنت الصغيرة ومامتها جابوا لها عروسة لعبة شكلها بالظبط. البنت الصغيرة انسجمت مع العروسة على طول، ومن أول ما شافتها ما سابتهاش، وكان واضح قوي إن البنت راضية جدا بالهدية. ولكن من ساعة ما وصلت العروسة اللعبة دي وحصل تغيير كبير في تصرفات بالي ماديسون، واخوها بريدان جاب صاحبه المقرب عشان يشوف هدية اخته الجديدة. ولكن بالي ماديسون بعدته بطريقة مش مؤدبة، ولما جه اصحاب بالي ماديسون يلعبوا معاها في اوضتها بسبب بس ان واحدة من صاحبتها قالت كلام يضحك، زعلت قوي وخدت من صاحبتها لعبتها وكسرتها، وده خلى مامتها تكون محرجة جدا. وفي وقت غضب الام من بالي ماديسون اخدت الام العروسة منها، وده خلى بالي زعلت قوي. ولكن ما كانتش تتوقع ان بالنسبة للناس التانية ان الام بعد نقل العروسة لأوضتها هتبدأ الام انها تحب العروسة قوي ومش هتبطل تحضنها. ومش بس كده، في وقت الغدا كانت بتتغدى معاهم، وفي وقت النوم بتنام معاهم. ولكن الاب ما كانش موافق على الفوضى دي، فظهر الاب في نص الليل وفي موقف ما فيش حد يتخيله. في وقت نوم الام في السر شال الاب العروسة وحطها في غرفة البنت الصغيرة، ولكن في اليوم التاني كانت موجودة تاني على سرير الأب. وفي نفس الوقت حاجات غريبة بدأت تحصل. بالي قالت إنها شافت العروسة بتكب الشوربة فوق الكمبيوتر، ولكن الأم صممت إن بالي هي اللي عملت كده. ولما رجعت الأم البيت لقت كتابة على جدار غرفة نومها، وبالصدفة كانت إيد بالي كلها حبر أسود. ومن الطبيعي إن الأم لمت بالي على الجرائم دي، بكت بالي وقالت إن العروسة هي اللي عملت كده. من الطبيعي إن مامتها ما تصدقهاش، ازاي العروسة اللطيفة تعمل التصرفات الخبيثة دي؟ الامر مربك ومحير، والاحداث خلت العلاقة بين الام وبنتها متجمدة. دان حاسس ان في حاجة غلط، عشان كده جهز كاميرا وحطها جوا غرفة الام. ولكن كل ده شافته العروسة الشريرة، وبالليل سجلت الكاميرا المشهد المرعب ده. تاني يوم اكتشف دان ان كارت الميموري داخل الكاميرا اختفى، وفجأة تعبت بالي واخدتها مامتها للمستشفى. دان فتح العروسة ببطء، شاف على راسها كلمة تدمير، وعلشان يعرفوا الحقيقة راحوا هما الاتنين للمصنع. اتصدمت الخالة اللي صنعت العروسة لما شافت الصور اللي مع دان، وقالت ان العروسة دي عندها استقلالية في معاملتها مع البشر، وانها كان نفسها تكون انسان حقيقي، وممكن العواقب تكون كبيرة. دان وبريدان اتحركوا بسرعة وهم عارفين خطورة المشكلة. بعد ما رجعت من زيارة الدكتور شافت العروسة وهي رافعة المطرقة وبتكسر المراية. بالي ماديسون صرخت بصوت عالي من الرعب، ومامتها جت بسرعة، ومن الواضح انها مرة تانية لامت بالي بسبب الحادثة وشتمت بالي بصوت عالي. بالي بكت كتير وخلت دموعها تشرح، امها ما صدقتهاش. حضنت الام العروسة وهي بتقول اتمنى ان انت تكوني بنتي. اتحولت رجل بالي ماديسون لبلاستيك، زحفت بصعوبة على الأرض، وفجأة ظهرت العروسة الشريرة، وبالي تحولت لعروسة، وتحولت العروسة لبالي ماديسون، وأصبحت أمنية الأم حقيقة. أصبحت العروسة فعلا بنتها، وبالفعل اتحولت بنتهم لبنت طيبة بتساعدهم في أعمال البيت. وبسبب التحول ده شعر باباها ومامتها بالسعادة، ولكن دان شعر بالغرابة. وفي الحقيقة بالي كانت حزينة وبتعيط، ولما شافتها بتعيط قامت بالي المزيفة بمسح الدموع بسرعة من عينيها. وفي منتصف الليل قامت برمي العروسة في القمامة. في اليوم التاني في وقت المدرسة اكتشف دان ان رقبة العروسة دي فيها علامة، نفس العلامة اللي في رقبة بالي. حس ان في حاجة غلط وبسرعة نادى على بالي المزيفة. دان وبريدان جروا يلحقوها. اصبح من الواضح للام انها كانت مخطئة في حق بنتها، وحضنت العروسة البلاستيك واعتذرت لدموع بنتها. وفي النهاية حب الام حولها مرة تانية، وبالي ماديسون المزيفة اتحولت عروسة مرة تانية، ووقعت بقوة على الطريق، قعدت وسحبتها العربية، وانتهت القصة لغاية هنا. وبالرغم من الحادثة دان لسه عاوز يدمر العروسة الشريرة. وفي الحلقة التانية المزيد من التشويق. بنشكركم على حسن المشاهدة، اشوفكم الحلقة الجاية.